النتيجة. فأنا ما أعتبره الفريق ويلز بالفريق بالمستوى اللي نقول المستوى الأول يعني. أنا أتوقع الفريق الأمريكي راح يكون نت قوي للفريق الإيراني، خاصة أن هي راح تكون الأجواء راح تشتعل بالجولة الأخيرة. أكيد نعم. إيران أمام أمريكا، الفائز يتأهل. نعم بالضبط. الكل مرتقب هذه المباراة رياضيا سياسيا يعني، هي بها أكثر من عنوان وأكثر من بعد وأكثر من هدف وأكثر من غاية. وأكيد المجموعة هم أنطى الطابع أكثر. نعم أكثر. إذا الفريق الإيراني لعب بالمستوى اللي لعب اليوم ويا ويلز مع المنتخب الأمريكي راح تكون أتوقع النتيجة تكون الصالحة يعني. حلو. توقعاتكم عن هذه المباراة بالتحديد؟ أنا أتوقع فريق الأمريكي على الظهور الأول كان ظهور قوي للفريق الأمريكي، متمكن متميزين، لاعبين يلعبون يعني محترفين أغلبهم يعني بخبرة وكذلك بحماس يعني، شفناهم يتقاتلون داخل ميدان يعني الملعب. فأنا أتوقع يعني رغم مثل ميونا لإيران كفريق آسيوي، ولكن بنفس الوقت الفريق الأمريكي فريق مو فريق سهل. أمريكا فريق ممتاز أبدا، مو سهل. مهاجمهم خطر جدا، ويه جدا خطر ابن جورج ويه جدا خطر يعني، من أخطر المهاجمين بالمونديال اللي أنا شفته. بس ما عندهم الحماس اللي أنا أتوقع اللي راح يكون متواجد ضد الفريق الإيراني، خاصة إحنا الآسيويين أكو في عندنا غريزة الحماس باللعب. بالضبط. يعني صح إحنا تحتاج من لاعبين مهارات تكتيكية ولعب يعني أفضل، لكن تبقى الحماس إلى تأثير قوي في نتائج المباريات. أكيد. جت مباراة ما راح تدخل فيها الطابع الفني. كيروش عنده دكتور إذا متابعين أو أحد عنده هذه النزعة إنه يشتغل على العامل النفسي للاعبين. كيروش هو وفق فلسفته أي مدرب اليوم ما يقدر يعني يغفل هذا الجانب. يغفل هذا الجانب، جانب مهم جدا. خصوصا بمثل هيك مباريات ربما الجانب النفسي هو اللي يعطي التفوق للفريق. كيروش مشكلته انه او نقدر نقول مو مشكله الان صارت ميزه بكره القدم الجديده. كره القدم الحديثه لا تعطي هدف حتى ما تحتاج تعوض هذا الهدف. فهو اللي يشتغل على هذا الجانب انه يشتغل دفاعيا ويبدي بناء هجومي للحصول على الهدف. بالضبط. فهو إذا ما نطى هدف وقدر يستغل سردار إذا كان موجود بالمباراة أيضا حيعطي دافع يعني. اليوم شفنا لمساته كان مؤثر جدا على الفريق.